إبلاغ بيننا نوع من الهزال في تناول الهزال الإعلامي في تناول بعض القضايا، والضجاع السوقي الإعلامي في تناول بعض القضايا، إن عدنا إن نتعامل مع إنه مع الكلام بشكل عدواني، بحيث إعادة الكلام مثلا على ظاهره واضح نحاول ان نلوع عنوقه ونعدله عملية اغتصاب إلين 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 ونعتصره إلين نخرج منه الشماغ والمراد. ومنين يعود الكلام مولي في سياق معين وفي إطار معين، نحاول مولي أن نعود نفهمه فهم حرفي بهيمي شكلي حتى وسطحي. أنا مثلا هون ما كنت أنا تحدثت لكم هون عن القفزة اللي قفز الجيش الموريتاني بآلياته البرية والبحرية والجوية، وتحدثكم عن 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 ان 50 مليون دولار هذه اللي دائما يتحدثون عن الخلطه انها لم تعد تساوي شيئا في هذا، ما ولذلك قلت لكم انها قاع ما 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 ما, ما تكفي قاع غاز ولا الجيش مده 5 ايام. هذا يفهم من انها ما هي شوتوف يا غير ماني قاعد نحدد محروقات اليات الجيش قايل تو هي ما هي شيء وانها ما تساوي نوع من الغايه عندنا. انا راك منين تقول لي حد عن هاي القاع انها ترفد الفرقاش، نقول له هاي قاع ما ترفد باطح ولا هم الله ما ترفد عائلهم، هذا ما معناته انها انا لا نقول انها ما ترفد الفرقاش. شفتوا احد الشعراء وانتم هون في وزاره هذا يقول للثاني يقول ولقد قتلتك بالهشاء فلم تمت ان الكلاب طويله الاعمار، ما يقدر يقول له انت ما قتلتني انت كيف تقول لي قتلتك وانت لم تمت، لا هذا كلام اللي يخرص سياقه ويخرص مع هذا تقول الغايه ويخرص السياق ويخرص مشان النص ويخرص المراد. انا ماني قاعد نحدد ميزانيه محروقات قطاع، انا قاعد نقول اعلنا 50 دولار لا تساوي شيئا، 50 دولار 50 مليون دولار امريكي لا تساوي شيئا في 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 فيما فيما يتكون او يتمتع به او يعود عند الجيش الان، والله يمتلك الجيش الان من قوات هائله بحريه وبريه، انه حتى انه العتاد الجيش ما يشتري له غاز فاير لمده يومين، والله هذا طبعا باب السياق بالغايه. هذا بغيكم تفهموا.